السلام عليكم. نعود إلى ملعب دويرة للوقوف على مدى يعني تقدم الأشغال نتاع وضع الكراسي، وكذلك في قضية يعني وضع الأرضية تاع العشب، تحضير التربة. فيما يخص التربة مازال ما بدأت العملية، وكذلك نلاحظ أنه فيها نوع من الفتور، يعني تعطل تباطؤ في عملية وضع الكراسي. أن هذه أسبوع كامل لم تتغير الحالة. نخليكم تتابعوا الوضعية هذه، والسلام عليكم.